تحية طيبة لكم مشاهدي مريم تي في وين ما كنتوا عم تحضرونا. اطلالات من البيت مثل ما نكون شايفين، انما ما بتخلى ابدا من الافادة بعيدا عن النظريات، انما باطار علمي بحت مع ضيوف متخصصين مثل العادة نستضيفهم لحتى يزودونا بكافة او بكامل المعرفة المفيدة لنا لا سيما بهذه الظروف الاستثنائية. مقدمة الحلقة الماضية كانت بتحكي إذا بدكن عن مقارنة عملتها بين نحن، إذا في يقول اللي سليمين جسديا أو ما عنا إعاقة جسدية، مع هذا وكله في يقول إنه كتير هيك محطمين نفسيا بخضم هذه الأزمة، مقارنة مع الأشخاص الآخرين أشقائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم إعاقة جسدية، إنما صاروا من أصحاب الهمم وعم بياخدوا كل حياتهم بإيجابية وعم بيحولوها لطاقة من أجل خدمة أنفسهم وخدمة المجتمع. اليوم بهذه المقدمة رح سلط الضوء أيضا على أصحاب همم من نوع آخر أو من فئة أخرى، هن كل الطاقم الطبي بلبنان اللي أكيد هو عم بيواجه ظروف استثنائية، أكان على الصعيد النفسي وأيضا على صعيد أكيد السلامة الجسدية من جراء مواجهتهم للمرضى ومن جراء مواجهتهم لهذا الظرف اللي هو جديد عليهم أكيد، ضمن إمكانيات يمكن محدودة بالمستشفيات وضمن حالة مثل ما سبق وذكرت مخيفة نوعا ما، وأكيد بتمسهم بالقلب وبالنفس. لهالغاية رح استضيف اليوم مشكورا اللي عطانا من وقته الأستاذ نقولة رزق اللي هو معالج نفسي ونفساني عيادي مجاز. بدي أرحب فيك أستاذ نقولة وشكرا لحضورك معنا. والسؤال الأول هو بالأحرى منه سؤال إنما هو تحية لإلكن، على هذه التحية اللي توجهتوا فيها لهذا الطاقم الطبي ضمن مبادرة سميتوها Speak Up COVID، اللي أكيد عم نشوف هلأ الفلاير إذا في يقول أو الإيمج أو البيكتشر اللي عم تتنقلها وسائل التواصل الاجتماعي مع رقم التليفون، وهي أكيد عبارة عن مجموعة من المعالجين النفسيين اللي حبيتوا أنكم تفتحوا شاشاتكم حاليا بحكم أنه التواصل 1-to-1 غير متاح، لحتى تسمعوا هالأشخاص اللي سميتون فرونت لاينرز وتحاولوا أنكم تكونوا سند نفسي لألهم. فتحية أكيد لألكم على هذه المبادرة، وشو بتحب تخبرنا عنها؟ صباح الخير للمشاهدين، صباح الخير إلك بول، وشكرا للاستضافة. رح نحاول بحلقتنا اليوم نحكي عن موضوع التأقلم النفسي بظل الظروف الضاغطة علينا بسبب وجود فيروس كورونا يلي عمال يغزي العالم وعمال يأثر على حياتنا اليومية وعلى نظرتنا لبكرة. ولكن بداية بدي أوجه تحية للفريق اللي عمال يكون عم بيواجه فيروس كورونا بالخطوط الأمامية، بقصد فيه الفريق الطبي، الفريق التمريضي، وكل المساعدين يلي عمال يشتغلوا ليل مع نهار تحت يقدروا يأمنوا العلاج المطلوب للمصابين بفيروس كورونا، ويقدروا كمان يأمنوا السلامة للأشخاص يلي هن على احتمال انهم ينصابوا بهالفيروس. هيدول الأشخاص حقيقة تخربطت حياتهم بسبب هالفيروس. إذا بنعمل مقارنة بسيطة، نحن عم نقول إنه عايشين ضغط نفسي بسبب الحجر المنزلي يلي عمال يلزمنا ببيوتنا واللي عمال يخلينا ما نعيش حياتنا بشكل بسيط وطبيعي. أما هن فحياتهم اتخربطت بطريقة مختلفة، هن مضطرين يكونوا بالشغل، مضطرين يواجهوا فيروس بعد لحد هلأ عناصره مش كتير واضحة، ما بيعرفوا كيف بدهم يحموا حالهم منه، وقت العمل يعالجوا غيرهم منه ما بيعرفوا قديش الأمور ممكن تاخد وقت، وهيدا خليهم يكونوا برات إطار حياتهم الطبيعية بشكل قاسي، وشكل عليهم ضغط جسدي، ضغط نفسي، وممكن كمان ضغط اجتماعي. لهالسبب كانت فكرة انه نقدر كمجموعة من المعالجين النفسيين
الاختصاصيين والمجازين انه نقدم تحية لهالفريق الطبي، لهالفريق التمريضي، وكل المتطوعين يلي عم يشتغلوا بهذا المجال من خلال تأمين خط ساخن مجاني تطوعي يقدروا من خلاله يتصلوا هالأشخاص يلي هن بخط الدفاع الأول في مواجهة كورونا، ويقدروا يأمنوا المساعدة أو تتأمن لهم المساعدة النفسية خلال هالفترة الضاغطة يلي عم يمرقوا فيها. عمليا رقم الخط الساخن هو 79 120 570 أو 79 120 570. من خلال الاتصال على هالرقم الساخن بين الساعة 9 الصبح والساعة 9 المساء 7 أيام بالأسبوع، في مين عم بيتلقى الاتصال وعم بيحول هالاتصال أو المتصل إلى معالج نفساني مناوب قادر أنه يأمن الاستماع، الاحتضان، وبنفس الوقت المساعدة في التفكير والتوجيه لحتى لأصحاب الاختصاص يلي موجودين ب خلينا نسميها على الجبهة بوجه فيروس كورونا يقدروا يستفيدوا من دعمنا النفسي. هالمبادرة هاي ما هي إلا شكر صغير على اللي هن عمال يقدموه ومساعدة لإلهم لحتى يبقوا واقفين عمال يواجهوا، تنقدر كلنا سوا إن شاء الله بفترة قريبة نتخطى هالمرحلة ونقدر نتغلب على فيروس كورونا. أستاذ نقولها لو سمحت سؤال، بظل هذه الأزمة ووجود هذا الفيروس، هل من استراتيجيات بيعتمدها الإنسان على الصعيد هيك الذاتي، لسيما أنه هلأ يمكن مش قادر أنه يكون وجها لوجه مع معالج نفسي، من أجل التكيف والتأقلم مع هذا الظرف؟ مفهوم التأقلم أو التكيف النفسي هو الطريقة يلي بيعتمدها الإنسان لحتى يقدر يدافع عن حاله بالمفهوم النفسي وقت اللي عم بيتعرض لنوع من تحدي جديد أو لنوع من أي خطر داهم عليه، قد يكون ضاغط، قد يكون عمال ينبت أو بيبرز عنده القلق وبده يتعاطى معه بشكل الدفاعات النفسية بدها تتحرك حتى تقدر تواجهه. بشكل بسيط وكأنه عنا ضيف مجهول ما بنعرف مين هو فايت لعنا على البيت وما بنعرف شو بده منا، فلهالسبب بده يكون في عنا نوع من الحذر يلي طبيعي انه يخلق من ورا منه التكيف مع الطارئ المستجد. اجمالا الانسان بيعتمد نوعين من استراتيجيات التأقلم والتكيف. الاستراتيجية الاولى او النوع الاول هو النوع الايجابي يلي بيتفاعل مع الموضوع وبيتعاطى معه بطريقة انه ما توقف نشاطه الشخصي، ما توقف الروتين او السلوك اللي معود انه يعيشه، ويقدر يتابع حياته مع اقل عرقلة ممكنة. اما السلوك او النمط او نوع استراتيجيات السلبية هي وقت اللي هالشخص هيدا بيوقف وبيجمد نشاطه لأنه خاف أو لأنه قلق أو لأنه ما عاد قادر يتفاعل ويتكيف مع المستجد الجديد. هون نحن بحاجة دايما نذكر المشاهدين أنه أساليب التكيف الإيجابي بترتكز على أنه يحافظ الإنسان على الروتين تبعه له، يحافظ الإنسان على نشاطه، على طريقة تغذيته، يقدر يعمل نشاطات بدنية يضل عم تحسس وعمال يحرك جسمه، وبالإضافة لهيدا الموضوع إنه يكون عمال يعمل نشاط ذهني تيضل حاسس حاله منتج وقادر يشعر بالثقة اللي بالنفس يلي هي مطلوبة بهاي المرحلة. بالمقابل نصيحة إنه نقدر نتجنب قد ما فينا الاستراتيجيات السلبية يلي ممكن يكون عنا نزعة لصوبة أو يكون عنا سهو استسهال باختيارها، وبقصد فيها
انه ننام كل النهار مثلا لانه قاعدين بالبيت، او ما نلبس ثيابنا وما نهتم بصحتنا الشخصيه وبنظافتنا الشخصيه، او نعزل حالنا بشكل عن بقيه افراد العائله ونجرب نركز نعمل نشاط واحد كل النهار. فاذا هالامور هيدي بدنا نجرب نبعد عنها بقدر الممكن، ونجرب انه نتعاطى من خلال الاستراتيجيات الايجابيه لحتى نكون عم نتكيف وعم نتاقلم مع هالضغط النفسي المستجد. نعم، اذا بدي سلط الضوء على الاهل بالتحديد، هل من نصائح اساسيه ممكن انه الاهل يستفيدوا منها لمساعده اولادهم على تخطي هذه الازمه؟ اليوم الاهل عم يعيشوا مع اولادهم وقت طويل بالمبدأ 24 ساعة على 7 أيام بالأسبوع، والفترة شكل عام للطول أكتر وأكتر. في بعض الناس ممكن أنه يتخيلوا إذا كانوا بيرخوا أساليب التربوية بالبيت لأنهم هن تعبانين، ممكن بهذه الطريقة يكونوا عمالي يخلقوا جو أقل قلق بقلب البيت. أنا بدي أقول للأهل أنه قد ما فينا نحافظ على المسلمات يلي كانت بحياة أولادهم اليومية وقت اللي كانوا عايشين بظروف طبيعية أكتر من اليوم، بتساعدهم نفسياً لحتى يقدروا يواجهوا الواقع اللي عمال يتعرضوا له اليوم. ولهالسبب بدي أذكر الأهل إنه في ثلاث أمور الولد بحاجة لإلها بحياته بشكل دائم: الحماية، العاطفة، والسلطة. وهدول بدهم يكونوا بكل الأوقات متوازنين مع بعضهم. نقصد بالحماية إنه الأهل يكونوا مرجع يقدروا يساعدوا الولد يتخطى الضغط يلي ممكن عم بيتعرض له. نقصد بالسلطة إنه ما يكون في تراخي، وبالنسبة للأشياء اللي كانت مبدئياً وبشكل واضح ممنوعة ما تصبح هلأ مسموحة لأنه الظرف ضاغط. لازم تبقى ثابتة طالما المسلمة من الأساس إنها ممنوعة. والشغلة الثالثة هو العاطفة، وهيدي هون عنصر أساسي تحت الولد يضلوا حاسس إنه هالأهل يلي عمال يحموه من ميله وعمال يقدروا يدربوه على إنه يتفاعل مع السلطة بشكل إيجابي أكبر. كمان هن بحبوه وقادرين من خلال المحبة يقدروا يتفاعلوا معه بطريقة إيجابية أكبر ويحسسوه بالأمان النفسي اللي هو معوزه. لهالسبب أنا دايما بقول نحافظ على الروتين اليومي بقدر المستطاع، نحفز الأولاد لحتى لكل واحد بحسب عمره يقدر يكون مرتاح إلى حد ما باللي عمال يعيشه، ويكون قادر يكون منتج تحت اللي نقدر نقطع بهالمرحلة بدون ما يكون في عليها أضرار أو منا أضرار نفسية على الأولاد بقلبي. على ذكر الأولاد أيضا، لابد أنه العديد من الأهالي عندهم أولاد من فئات عمرية مختلفة إذا في يقول، وبطبيعة الحال التعاطي مع كل فئة بيختلف عن الأخرى، فشو النصيحة اللي بتعطيهم إياها في هذا الإطار؟ بطبيعة الحال اختلاف الأعمار بتحتم على الأهل يتعاطوا مع أولادهم بطريقة مختلفة. ولهالسبب بشكل كتير مختصر بدي جرب أقول إنه للولاد الصغار كتير مهم إنه نحافظ لهم على النشاط الحركي بقلب البيت، ونقدر من خلال نشاطات فنية كمان نوسع أفق التأمل، نوسع أفق الابتكار، ونوسع أفق الحلم. يعني وقت اللي العيلة بتطلب أو بتعيش سوا خبرة رسم بسيط أو استمتاع بموسيقى والتعليق عليها بشكل كل واحد شو حس وشو عايش وشو شو قادر تخيل من خلالها، بتساعد هالولد لحتى يتابع تنمية مخيلته وتكفاية الحلم تبعوله بغض النظر عن الظرف يلي من برا قد يكون ضاغط. أما بالنسبة للشاب الصغير أو المراهق يلي بالمبدأ هو صار قادر يفهم وقادر يحلل، هون نحن لابد انه نشاركه بخياراتنا وبقراراتنا بظل هالظرف
الضاغط تكون فصحى يتدرب من خلالها على كيفية اتخاذ القرار، على كيفية التعاطي بمسؤولية مع شغلة مستجدة، بدون ما نحسسه بقلق إضافي، وبدون ما بنفس الوقت نبعده عن هالقرارات أو المشاركة بهالقرارات ونحسسه إنه بعده صغير وبعيد إنه يقدر يشارك بهيك موضوع. هالمثلين حبيت أقولهم لحتى اللي بتفاعل ضمن العيلة يبقى في تواصل وحكي، ويبقى في إصغاء للولاد، حتى من خلال الإصغاء نقدر نحرك برامجنا تتجاوب على اللي هن عمال يفكروا فيه بشكل إيجابي، أو هو اللي عم يكون قلقهم، ويقدروا يحصلوا على إطار، برجع بكرر، فيه من الحماية ومن السلطة ومن العاطفة بطريقة متوازنة. سؤال أيضا يمكن هلا بيتعلق بالناضجين، فكيف ممكن هؤلاء الناضجين انهم يخففوا من وطئة الضغط النفسي اللي عم بيعيشوه حاليا؟ بالنسبة للناضجين يلي عندهم مسؤوليات وعندهم بنفس الوقت انشغالات، أنا بدي أتمنى عليهم بشكل كتير بسيط إنهم ما يقعدوا قدام شاشات التلفزيون ولا يسمعوا كتير عن الأخبار يلي ممكن تزيد حالات التوتر عندهم. لهالسبب كمان هني عندهم أكيد نشاطات وعندهم هوايات يجربوا يهتموا فيها بالطريقة اللي بتناسبهم. بالمقابل نحن كنا نسمع بالأيام العادية إنه ما في عنا وقت، اليوم الوقت موجود، فكل اللي كانوا حابين يعملوه أكيد ضمن الحجر المنزلي المفروض، واللي ما كان عندهم وقت يعملوه بسبب انشغالاتهم اليومية يعبوا وقتهم فيه ويحسوا حالهم منتجين، هيدي شغلة أساسية. بدنا ما ننسى إنه كمان النشاط الجسدي يعني الرياضي أو ممارسة الرياضة بتساعد على إنه يبقى فكرنا عمال يشتغل بطريقة سليمة وإيجابية أكتر. بدي أقول كمان إنه إذا كان هالحجر المنزلي بعد الأصحاب عن بعضهم وما عادوا قادرين يتلاقوا بشكل مباشر، ما ينقطعوا الأشخاص عن إنه يتصلوا يطمنوا على جيرانهم أو على أصدقائهم بالوسائل الممكنة لحتى يبقى التواصل والتفاعل. كمان بنفس الوقت بهالمطرح يلي هو دقيق كتير، هالأشخاص يلي عندهم ضغوطات مادية بدي أطلب منهم شغلة. نحن اليوم منعرف تماما أنه بطاقتنا في إشياء منقدر نتحكم فيها وفي إشياء ما منقدر نتحكم فيها. يركزوا بإيجابية على الأمور اللي بيتحكموا فيها حتى اللي يعطوها معنى ويطوروها، أما الأمور التانية يلي ما بيقدروا يتحكموا فيها بتمنى أنه ما يضيعوا وقتهم ويتعاطوا فيها ويجربوا يغيروها، لأنه هيدا رح يزيد ضغط إضافي عليهم بدون ما يكون في نتيجة. الأمور اللي قادرين يتحكموا فيها قد ما تكون صغيرة، إذا كانوا حسوا حالهم منتجين وأنجزوا فيها رح تعطيهم راحة نفسية، رح تعطيهم ثقة بذاتهم أكبر، وهيك كمان بتكون حافز لحتى اللي إنه يتخطوا هذه المرحلة بأقل ضرر ممكن. نعم استاذ نقولها، هل من كلمة أخيرة بتحب تتوجه فيها للمشاهدين اللي عم يحضروك اليوم من البيت؟ أكيد كلمة أخيرة بريد أنه وجهها للأشخاص يلي عمال يسمعونا، وهي ببساطة كونوا حد حالكم وكونوا حد عيالكم بطريقة إيجابية، تفاعلوا مع الوضع المستجد مستعملين استراتيجيات التأقلم والتكيف الإيجابي، لأنه هيدي مرحلة بدها تقطع، وإذا قدرنا قطعنا فيها بأقل أضرار على المستوى النفسي أكيد بنكون عم نخرج على المجتمع من جديد بطريقة إيجابية. ما تنسوا لكل الأشخاص يلي عم بيتعاطوا بالخط الأول بمشروع مكافحة كورونا إنه فيهم يتصلوا على 79 120 570 لحتى يتلقوا المساعدة النفسية
في حال رغبوا، وانتو كمان في حال كمان حسيتوا بحاجة، هالاتصال هيدا رح يكون متاح لإلكن ضمن الممكن. شكرا للاستضافة مرة جديدة، يعطيكم ألف عافية. نقول رزق المعالج النفسي والنفساني العيادي المجاز، شكرا لحضورك معنا وللمعلومات القيمة اللي أغنيتنا فيها، وانتبه لحالك أكيد. وانتم مشاهدينا أيضا انتبهوا لحالكم، تحية لكم دايما لحسن متابعتكم لكل برامجنا اللي عم تكون من البيت مؤخرا. تذكير بختام كل حلقة انكم تتابعونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما فيسبوك انستغرام وعلى يوتيوب، بدون ما تنسوا اكيد اللايف ستريمينج في حال ما نكون قاعدين او ما نكون قادرين تكونوا قاعدين بوجه التلفزيون، او يمكن مش قادرين تشوفونا على شاشة التلفزيون، انما فيكن اكيد تكونوا عم تتابعونا من خلال الهواتف الذكية. على امل اللقاء فيكن باذن الله قريبا بالاستوديو وبظروف احلى من هيدي بكتير. انا بدي ودعكن، خليكن بالبيت وستي safe.